رانديفو لطلاب الجامعات بلبنان يلي رح يجتمعوا ب 23 الشهر بالفورم دو بيروت بعشاء كبير، عشاء ميلادي رح يخبرونا عنه اكثر طارق ابي نادر ونور ابي راشد. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. بونجور نور. ممثل اليوم انت عن الجامعات الفرنكوفونيه او الطلاب بالجامعات الفرنكوفونيه، وطارق ممثل تنقول عن الجامعات الامريكيه، وطبعا في كمان الجامعه اللبنانيه كمان، وعم نستضيفكم على كل حال باكثر من برنامج، فعندكم اكثر من التنظيم والتحضير للايفنت، فعندكم تحضير وتنظيم كمان للحملات الاعلانيه، يعني عندكم خبره هلا كامله بالايفنت صار. نور خبرينا شوي انتم كطلاب شو هي نشاطاتكم وليش هالجامعه؟ أول شيء هيدا الجامعة اجت فكرتها مش ما بلشت من اليوم، يعني هي بلشت من ايفنت كانت تنظمه الاي ال جي صار لها تقريبا 5 أو 6 سنين، كان ينعمل ديني دو غالا كل سنة على نويل تيجمع طلاب الاي ال جي، وبعدين بلشوا كل الجامعات يتنقلوا هيدا العادة من سنة لسنة، فقررنا هيدا السنة لأنه شفنا نجاح كتير كبير عم بيصير بهيدا السهرات، عم بيصير في قبول عليها، عم بيصير في كتير عالم عم تجي وعم تلاقي نجاح، لينا أنه ليش لا نحط كلنا كل هالجهود اللي صارت عند الطلاب إن كان بالتنظيم أو بالحضور، ليش ما منحطها كلها سوا ونجمعها بسهرة واحدة؟ فمن هون إجت الفكرة أنه ينعمل هيدا العشاء يلي هو عبارة عن كريسمس ريونيون، رح تكون جمعة لكل طلاب لبنان كل الجامعات بالفورم دي بيروت. طارق الجامعة عم تكون ناجحة كانت وهلأ عم بتكبروها على أمل كمان تكون ناجحة السنة وهيك الهيئة، بس هاي الجامعة يعني احتفال، ولكن شو عم بيكون ترددها على بقية السنة؟ على بقية السنة نحن كجامعات أمريكانية بلشنا السنة كأول مرة بنعمل هيك إيفانت بالتنسيق أكيد مع الفرنسوية. الإيفانت ما أجا هيك له 6 سنين عم يشغل بالفرنسويات. اول ما كب الايفنت عمل ضجه كثير كبير يعني بعتقد بالبلد. كنتوا عم تشاركون بالايفنتس تبعولهم؟ اكيد كنا عم نشارك، بس انه بارت مش تنظيمه، بارت يعني بس اذا بدك انه دعايه. فكنا عم نرد الدعوه. كايفنت عم ياخذ ضجه بلبنان كثير كبير، على صعيد كمان كثير اكبر من الجامعات. على صعيد البلد يعني في دكاتره واساتذه، وفي حتى من الانديو في دكاترة كتير حاجزيت، ومن الاس جي اصلا في دكاترة كتير بتنزل على الايفنت. بس الفكرة يعني لقيت استحسان وانه يجتمعوا كل الطلاب بلبنان او يعني كل الجامعات تكون مجموعة بايفنت واحد لقيت استحسان، وكنا عم نشوف البروشور عم نشوف انه كمان البروجرام كبير وغني وعلى قد المناسبة، يعني عيد الميلاد مناسبة كتير مهمة، خبرنا عن البروجرام. لتكونوا شوي بجو البروجرام، اول شيء يعني ما تنقل البروجرام يكون بروجرام ضعيف، بروجرام بنشغل عليه كثير منيح، بروجرام بكل كانترتينمنت حيكون كثير يعني كثير عالي الليفل، وكمان على صعيد التنظيم والاكل حيكون كثير كبير. لنفوت شوي بالانترتينمنت، اول شيء الايفنت حيبلش صوب 7:30 العالم بعد تبلش تجتمع، فحيكون اكيد في شويه عجقه. 3500 شخص التارجت تبعنا صبناه، يعني اولموست خلص فولت الايفنت، بعتقد مشينا فيها يعني وقلعنا اكثر ما توقعنا. ف7:30 قلنا حنبلش، عندنا من 7:30 لـ9 العالم لتبلش، عندنا فوتو بوست بتيجي العالم تتصور على ستاند، يعني حيكون انترتينمنت للعالم تلتهي هيك حيكون كثير حلو. دان 9 للـ10 رح يكون في عندنا اول انترتينمنت اللي هو الكوميدي نايت، اكيد حيطلع الكوميدي نايت ويولعوا يعني. دان عندنا الانترتينمنت كمان الثاني الويت يام ار، الويت يام ار حتلعب كمان ساعة، كمان الويت يام ار شيء كثير كبير. هون العالم تكون بعدها عم تاكل، من بعد الوي تي ام ار بتكون صارت الساعه 11، من 11 ل 12:30 حيطلع فنانه وائل كفوري. وائل كفوري اكيد ولع. يعني وائل كفوري هو يعني البيك عنا اكيد يعني، والعالم كلها حابه تنزل تحضر البومه الجديد وتسمعه، وبعتقد هذا بلس عطيها كثير للايفنت تبعنا. وبعدين من بعد وائل كفوري من الساعه تقريبا 1 لشي الساعه 3 رح يكون عندنا دي جي مرعي بيلعب بازار، دي جي مرعي، ورح تكون سهرة بعدين كمان تكمل لعباله يضل فيه، يضل الدكاترة كعالم فيها تفل اكيد فيها تفل. نور كنت عم تقولي انه هذا ثاني اكبر ايفنت بيعمله الفورم بمساحته يعني اللي كثير كبيرة واللي بتستوعب، بس كمان بالتنظيم رح يكون اصعب واصعب كل ما كثر العدد وكل ما كبر البروجرام. خبرينا كيف عم تشتغلوا على هالموضوع.
صراحة يعني صار عندهم مثل ما قلت إنه صار عندهم خبرة الشباب بكذا جامعة، فنجمعوا كل هول الانرجي اللي عندهم إياها وكل هالسكيلز بالتنظيم اللي لقيناها بكل جامعة، جمعت بين كتير شباب وهلأ هن عم بحطوا يعني جهد كتير كبير ووقت عم بيتم التنظيم كان من الطاولات والأكل والبيع التيكتس بكل فاكلتي عم بيكون في ناس مسؤولة عن هالشي، أو حتى على الأرض بالفورم عم بيتم التنظيم الطاولات وال أو حتى البي آر يعني والأشياء الشوات اللي قدرنا نجيبهم. تنظيم باركينج لتتفقوا 500 شخص بدكم يعني بده شغل، فإذا صار عندكم خبرة مثل ما كنت عم أقول بكثير من المجالات اللي تقدروا تعملوا هالإيفنت يلي فيه نوع من الستريس يعني شغل من هالنوع يعني لأشخاص ما عندهم هالخبرة بالموضوع. مسؤولية كثير كبيرة يعني لأنه التارجت تبعنا 3500 شخص ومجموعين بعشا يعني منه كونسرت ديني قصي. وإن شاء الله خير. خلينا نشوف سبوت عن الإيفنت ونرجع تاني. حتى سبوت من إنتاج وأخراج وطلاب الجامعات. طلاب الجامعات. وشغلة كتير حلوة يعني الحلو بهالإيفنت إنه كله شغلكم أنتم كطلاب ومش متخرجين يعني بعدكم ولا فتوا بسوق العمل. هيدا اللي حلو كمان. ومثل ما فهمت فإذا مختلف المناطق اللبنانية الجامعات والكليات بمختلف المناطق اللبنانية رح تكون مشاركة. صحيح؟ صح. هو يعني بالاساس كان هيدا الهدف من الايفنت واسمه اكشلي بدل عليه يعني كريسماس ريونيون، يعني هو ريونيون من الميلتين من ميله لكل هالطلاب يلي انجمعوا لاول مره وبهيك ايفنت، يعني الهدف منه ولا مطالبه بشيء، يعني الهدف منه بس الجامعه وانه ما لقينا احلى من عيد الميلاد تتكون هالجامعه عليه، ومن ميله ثانيه ريونيون لكل هالشوات الانترتينمنت يلي قدرنا نأمنها كمان بسهره واحده. وكمان هون بدي اقول انه يعني التيكت للسهره عم بتكون شيء افيلبل لتلاميذ الجامعات يلي هو $63 مع كل البروجرام الموجود والعشاء الموجود، وكمان في تيكت $100 للناس اللي في اي بي، كل الناس يلي حتى من برات الطلاب اللي غير الطلاب المتخرجين يلي بحبوا يكونوا موجودين بالايفنت ويدعمونا. طارق جامعتكم هيدي كثير حلوه بس بتصور رح تاسس ل يعني جامعات بغير اطار. لنحكي شوي خارج اطار السهره، السهره مثل ما قلنا حكون اول شيء ريونيون كثير كبيره على صعيد كل الجامعات، على صعيد كل يعني المناطق بركي كمان، في كثير عالم عم تتحمس، في كثير عالم جاي من السفر وعبالها تحجز بالايفنت، كونها كانت ان دي يو ستودنت ولا بغير جامعات كمان، فهون عم نقدر نحن كثير نستفيد. يعني بيجوا من السفر كرمال الجامعه. ما ها هي يعني هي اصلا الجامعه عيد الميلاد. صحيح هذا الهدف. تكون جامعه عيد الميلاد بهيك ايفنت يعني مشان هيك قدرنا كثير نستفيد منها وكانت كثير بوزيتيف اكيد. هلا نحكي شوي يعني بيهايند اذا بدنا السهره. هالجامعه يعني اكيد رح ينتج عنها كمان نشاطات ثانيه. ينتج عنها اكيد تنسيق يعني بيننا وبين الجامعات الاخرى اكيد على شيء كثير كبير وعلى شيء مثل ما تعودنا يعني اذا بلشنا هيك يعني بعتقد اللي جاي بعد حيكون بيرفكت اكثر. واكيد متناسق اكثر. هلا كمان عندنا نحن يعني اذا بدك عندنا بروجرام اجتماعي اوسع شوي من السهره، عندنا اهداف اجتماعيه كمان حابين نحققها. في عندنا يعني السهره ما حتكون بروفيت اكيد، وحتى اذا طلع منها بروفيت ما حيروح لولا جامعه، ما حيتقسم ولا على جامعات ولا على مناطق، بالعكس البروفيت رح يكون لدعم الطلاب، لدعم اهدافهم الاجتماعيه، ولبعدين حيكون عم نفيد بكثير محلات. المهم انه الجامعه يعني نستفيد منها انه تكون بعدين كمان جامعه بمختلف الميادين وتبادل كمان بمختلف الميادين بين يعني الطلاب ببيروت، الطلاب ب يعني المناطق الاخرى، الطلاب بالاطراف يكونوا كمان مجموعين. اهلا وسهلا فيكم مره جديده، بنرجع بنذكر فاسم بالموعد نهار الثلاثاء ب 23 شهر ابتداء من 7:30 بالفورم دو بيروت، والتيكتس وين مشتريون؟ التيكتس
تقريبا سولد اوت حسب كل جامعه هي مختصه بالتيكت السبعه. اوكي بالجامعات. بس انه اغلبيه الجامعات تقريبا صارت مفاول السهر. وشو الرقم كان كمان موجود على البوستر لكل العالم اللي غير الطلاب اللي بتحب تحجز وتروح؟ اهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم. ميرسي كثير. ينعاد عليكي. مشاهدينا وقفي هلا مع الايفنتس يلي بلبنان، وطبعا هلا على الاعياد الايفنتس كثيره، من بعدها بنكون مع التيستينج، خليكم معنا.